ازاي العب سلم الحجاز؟ انت عزفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. سلم مشهور جدا في الموسيقى العربية، سلم الحجاز. الحجاز كمان معروف مش عندنا بس احنا العرب، معروف عند الغجر، معروف عند الاوروبيين. ثقافات كتيرة في العالم خدت بالها من السلم الحجاز. طيب الاقرب لي، عشان لو انت دورت على الانترنت طبعا هتلاقي المراجع العربية بس هي اللي بتكتب كلمة حجاز، هو سلم مجري، اسمه السلم الغجري المجري، اللي هم الغجر بتوع المجر هم اللي عاملينه. لو انا عايز اعمل السلم بتاع الغجر اللي من المجر دول هعمله ازاي؟ افرض ان انا هبدأ من المي مثلا، هبدأ من المي، فعلى الوتر الخامس في الدستان السابع بحط صباعي الاولاني، ادي واحد، ده هيبقى مي، لان انا عندي ده دو ري مي، واحد تلاتة اربعة، واحد تلاتة اربعة، بعد الوتر اللي تحتيه اللي هو الري، اتنين تلاتة اربعة. وبعدين اتنين تلاتة، الوتر اللي تحتيه، بعدين واحد اتنين، واحد اتنين. وبقف عند المي، مي هو نفس السلم دوت. لو انا نزلت نص تون قبل المي وبعدين طلعت على الدو ونزلت على السي، فيبقى ده حجاز السي. يبقى سلم المي المجري دوت اللي هو الغجري المجري ده هيبقى سلم الحجاز من السي. الحجاز بيتميز ان النغمة الاساس بتاعته قبلها نص تون وبعدها نص تون. طبعا بتاع الاساس بتاع الحجاز هيبقى ميجر. فالباترن ده تحفظها للحجاز، بعملها بالصباع التاني على الوتر السادس، اتنين تلاتة واحد، وبزحلق ايدي يبقى الواحد برضو، تلاتة اربعة، اتنين تلاتة اربعة، اتنين تلاتة، واحد اتنين، واحد اتنين، بعد ما اودي صباعي الزحلق خانة كمان. اغاني كتيرة اتعملت من سلم الحجاز، اشهرهم على الاطلاق انا كل ما اقول التوبه بتاعت عبد الحليم حافظ. انا هعمل دلوقتي مقطوعه، هحط المقطوعه ديت برضو في اللينك بتاع الصفحه بتاعتنا. المقطوعه ديت هيبقى فيها امبروفايزيشن او ارتجال. الارتجال في الثمان موازير الاولانيين هيبقى على السلم بتاع الحجاز بتاع السي دوت، وبعد كده انت ممكن تتنقل لسلم الدو ماجير او السي ماجر وتقفل وترجع تاني على سلم الحجاز بتاع السي او سلم مي المجري الغجري. هجرب دلوقتي معاكم وهعزف الموسيقى وهرتجل عليها، وانت كمان ممكن تعمل اي حاجة انت عاوزها في الارتجال، ودوت هيبقى تمرين لودنك، والارتجال دوت هيساعدك كتير قوي انك انت تحس بالكوردز وتحس بالسلالم وتغيير السلالم ما بين موازير المقطوعة. واشوفكم المرة الجاية.
Thank you.